يلا second term في الالجبرا اول يونت بتتكلم عن حاجة جديدة اول مرة نسمع عنها اسمها matrices. matrices دي جمع matrix ماشي، وهنتعرف على ايه هي الماتريك وكل حاجة عندها انواعها واشكالها وكل حاجة. بس خلونا ناخد اول درس عندنا اسمه organizing data in matrices. تعالوا كده نشوف. يلا اول حاجه عندنا خلونا نتعرف على يعني ايه ماتريسيز او ايه هي الماتريكس ده. هي ادي معنى كلمه اورجانيزنج داتا ان ماتريسيز. اول حاجه ايه هي الماتريكس؟ الاول قال كده the matrix is an arrangement of a number of elements، هو عدد من الاليمنتس. بتبقى عبارة عن ايه الاليمنتس دي؟ اما variables or numbers، يعني letters a b c d e ايا كان، or numbers 0 1 2 3. in rows مترتبة، دي في صورة رو يعني صف بالعرض كده horizontal يعني، and column اللي هو العمود اللي هو vertical. in row and column يعني الرو زي الx axis كده والكولم زي الواي اكسس. انكلوزد بتوين تو برانسيز، هم التو براكتس دول محطوطين بتوين تو براكتس. داي ذا اليمنتس ان ذا ماتريكس ار ارينجد ساتش ذات ذا بوزيشن اوف ايتش اليمنت ان ذا ماتريكس هاز ا مينينج. الاول هنستعمل الكابيتال ليترز are used to the name of the matrix. يعني لما اجي اقول matrix A يبقى اكتب capital letter A، matrix B capital letter B and so on. But small letters like small A, small B, small C used for the name of the elements of the matrix. يبقى تعالوا نقول مرة تاني، matrix هو عبارة عن عدد من elements اللي جوه الماتريكس ده، هي مترتبه في صوره روز صفوف هورزنتال كده بالعرض زي اكس اكسس، اند كولم زي الواي اكسس. بنستعمل كابيتال ليتر عشان نقول بيه اسم الماتريكس، وسمول ليتر علشان نقول بيه اسم الاليمنت. مثلا لو بقول لك ايه از ا ماتريكس اوف اوردر، هنستعمل كلمة order of the matrix m by n، then we can express it in the form a i j. suffix i و j اللي مكتوبين من تحتها ده هي المقصود بيهم ايه؟ i هي number of rows and j number of columns. يعني ايه؟ يعني انا لما اكتب الماتريكس اوف اوردر ام باي ان يبقى المقصود بالام فيها كام رو والان كام كولم، والاليمنت اللي جواها اي اي جي هو الاليمنت الموجود في الرو نمبر اي والكولم نمبر جي. فور اكزامبل تعالوا نقولها كده بالارقام عشان تبقى واضحه اكتر. انا قدامي ماتريكس اهي مكتوبه قدامكم كده كابيتال ليتر A فيها اليمنت نيجاتيف 1 4 6 5، اليمنتس 2 نيجاتيف 1 2 4، اليمنت 3 5 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. ايه هي الماتريكس دي؟ اول حاجه عايزين نتعلمها للماتريكس الاوردر اوف ذا ماتريكس. الاوردر اوف ذا ماتريكس اللي انا كاتبه فوق m times n،
M times N المقصود بالM هي number of rows. طب تعالوا نعد كده كام صف دولة. 1 2 3 يبقى ادي 3 rows اللي هما بالعرض دولة كده زي الـ X-axis الـ horizontal دول. طب كام كولم اللي هما 1 2 3 4 اللي هي عدد الكولمز. يبقى نقول الماتريكس ايه ده هي of order 3 times 4. المقصود ب 3 times 4 اللي هي 3 rows and 4 columns. والحقيقة انا بفضل ان انا اقولها 3 by 4. ليه؟ لان كلمة 3 times 4 معناها ان انا هكتب equal 12، لكن هي ما فيهاش حاجة اسمها equal. هي المقصود بكلمة order 3 times 4 يعني الماتريكس بيكون من 3 rows and 4 columns. طب لو انا عايز اقول الاليمنت، بص كده for example the element A12. مين الاليمنت A12؟ قال بص كده في الفيرست رو والسكند كولم يطلع الاليمنت 4. شايف الاليمنت 4 ده هو الاليمنت A12. ليه؟ لانه الاليمنت الموجود في الفيرست رو اند سكند كولم، رايت؟ ادي الـ A12. طيب الـ A32 هو الاليمنت اللي موجود في الثيرد رو والسكند كولم. يلا فين الثيرد رو والسكند كولم؟ الثيرد رو هو الاليمنت 1 2 3 and the second column اللي هو ال 5. يبقى A32 اللي هو element 5 third row second column. هذه المقصود بكلمة element. طيب يبقى in general the matrix consists of M rows and N columns. بيكتب الاوردر بتاعها M by M. ايه المقصود بالM؟ number of rows. ايه المقصود بالN؟ يلا بعد ما تعرفنا على يعني ايه ماتريكس ويعني ايه order of the matrix اللي هي عبارة عن number of rows times number of columns، تعالوا بقى نشوف some special matrices. يعني هي ماتريكس خاصة كده ليها مواصفات معينة، ليها properties معينة، وكل واحدة فيهم هيبقى ليها اسم مختلف عن التانية. مثلا اول نوع اسمه باين من اسمه كده سكوير ماتريكس، زي اي سكوير، زي سكوير مر عليك في الجيومتري. كان اللي بيميز السكوير عن ريكتانجل ايه؟ ان اول سايدز ار ايكوال، لكن ريكتانجل ليه لينس ويدز. ها نفس الكلام كلمه سكوير ماتريكس يعني نمبر اوف روز ايكوال نمبر اوف كولمز، يعني الاوردر بتاعها لازم يبقى 2 باي 2 او 2 times 2 يعني، او 3 times 3 او 4 times 4. يعني اهم حاجة هي عبارة عن matrix in which the number of rows equals number of columns. اللي قدامنا ده هي for example دي matrix of order 2 by 2 اسمها square matrix. طيب لكن النوع تاني اسمه رو ماتريكس، واضح برضو من اسمه انه بيتكون من 1 رو اند اني نمبر اوف كولمز. يعني مش تحت شرط ان هو يبقى كام كولم، لا المهم 1 رو زي اللي قدامنا ده هي 2 4 6 8 از ا ماتريكس اوف اوردر 1 times 4. ليه؟ لان بيتكون من 1 رو اند 4 كولمز. 1 رو 2 columns 1 row 3 columns، مش مهم كام كولم، لكن المهم بتتكون من رو واحد اسمها رو ماتريكس. نوع التالت اسمه كولم ماتريكس، يبقى لازم تتكون من كولم واحد واني نمبر اوف روز. يبقى زي اللي قدامنا ده هي اهي، ادي 2 وتحتها نيجاتيف 5 وتحتها 1. عد كده بالعرض كده 1 2 3 روز لكن times 1 كولم، يبقى اسمها كولم ماتريكس. ليه سميناها كولم ماتريكس؟ عشان فورمت فروم
أو containing one column only and any number of rows فيها كولم واحد وأي عدد من الروز. يبقى تاني أراجع التلاتة دولة اللي سميناهم special matrices لأن في تلاتة تاني هنشوفهم بعد كده. التلاتة دولة أول واحدة اسمها square matrix إمتى؟ لو number of rows equal number of columns. التانية اسمها row matrix فيها رو واحد وأي عدد من الكولمز. التانية اسمها كولم ماتريكس فيها كولم واحد وأي عدد من الروز. بس خلي بالك سواء سميت رو ماتريكس أو كولم ماتريكس في كتابة الأوردر أوف ذا ماتريكس لازم يتكتب الأول هو number of rows times number of columns. يعني رو ماتريكس يتكون من رو واحد times أي number من الايه الكولمز. التانية كولم ماتريكس اي نمبر من روز تايمز وان كولم. ادي اللي انا اقصد اقوله الاوردر لازم يتكتب رو تايمز كولم. لكن رو واحد يبقى رو ماتريكس، كولم واحد يبقى كولم ماتريكس. اوكي تعالوا بقى نشوف السبيشال كيس الرابعة. احنا قلنا اللي قبلها سكوير ماتريكس رو ماتريكس كولم ماتريكس، اللي بعد كده زيرو ماتريكس. واضح من الاسم برضو شايف الكلام ان هي عبارة عن ماتريكس كل الالمنت بتاعتها زيروز. يعني انا لو عندي اللي انا عاملها لك ده هي زيرو وان times 1 0 matrix 0 0 هي 1 row 2 column برضو 0 matrix. طيب التانية 0 تحتها 0 ده هي 2 times 1 0 matrix ماشي. ونرمز لها بالرمز ال O الكبيرة ده هي and is denoted by O، دي اسمها 0 matrix. اللي بعدها diagonal matrix. استناني بقى في الدياجونال ماتريكس فيها كم شرط. اول شرط لازم تكون سكوير ماتريكس. شرط الثاني ان الاليمنت اوف ذا برينسيبال دياجونال. ايه ده استنى ايه هو البرينسيبال دياجونال؟ اللي هو الدياجونال اللي متاخد فروم ليفت تو رايت. ليه؟ عارف زي السكوير، السكوير ليه تو دياجونالز، في دياجونال جاي من ليفت ونازل لتحت تو رايت، في دياجونال جاي من الرايت من فوق ونازل لتحت تو ليفت. لا احنا شرطنا ان البرنسبل دياجونال نوت ايكوال 1. الشرط الثالث ان اباف اند داون ذا برنسبل دياجونال ار زيروز. يبقى دياجونال ماتريكس فيها ثلاث شروط. الشرط الاول سكوير ماتريكس، الشرط الثاني ذا برينسيبال دياجونالز ار نوت ايكوال 0 اول اوف ذيم، يعني وان اوف ذيم ات ليست نوت ايكوال 0. يعني ممكن يبقى فيها اليمنت واحد 0 واثنين ثانيين لا، طب فيها اثنين 0 والثالث لا. يعني اهم حاجه ان ما يبقاش كلهم at least one of them not equal zero. ده الشرط الثاني. يبقى الشرط الاولاني قلنا ايه؟ سكوير داجون سكوير ماتريكس. الشرط الاولاني سكوير ماتريكس. الشرط الثاني the principal diagonals its element at least one of them not equal zero. الشرط الثالث the elements above the principal diagonal and down the principal diagonal are equal zero. R equal 0 دي اسمها diagonal matrix بالثلاث شروط بتاعتها ماشي. السادسة والأخيرة اسمها unit matrix، ودي الوحيدة أو يمكن الثانية بعد الزيرو matrix رمزها O، دي رمزها I capital. برضو ليها ثلاث شروط. الشرط الأولاني square matrix number of rows equal number of columns. الشرط الثاني the elements of the principal diagonals all of them equals one.
شرط التالت above and down the principal diagonal equals zero and is denoted by I. اوكي يبقى احنا عندنا كده كام special cases of matrices. اول واحدة square matrix، التانية row matrix، التالتة column matrix، الرابعة zero matrix، الخامسة diagonal matrix، السادسة والأخيرة unit matrix. دول ال special cases. الفكرة اللي بعدها equality of two matrices. يعني equality of two matrices، أول شرط في equality of two matrices لو أنا عندي two matrices A and B of the same order، يعني لازم يبقى عندي الاثنين same order. طب ادي شرط. الشرط الثاني have the same corresponding elements، يعني انا عندي ماتريكس A of order مثلا 3 times 2 يبقى لازم بي تبقى 3 times 2 و same order. لكن الكلام ده مش هيتضح غير لما نحل بيه الاكزامبل بالشكل ده. انا عندي في الاكزامبل ده ايه جيفن، بيقول اف الماتريكس الاولى 2x plus 5 ادي element، الاليمنت الثاني ايه 4. طيب في السكند رو element 3 واليمنت 3y plus 12 equal matrix تانية 25 4، الرو اللي بعده 3y plus 18. المطلوب find the value of x and y، بمعنى ان انا عندي two matrices given قال ان هما are equal، واداني unknown two variables مجهولين يعني x and y، وقال find the value of x and y. هعمل ايه بقى؟ انا عندي التو matrices are equal، فيه رول لسه كاتبينها فوق، since the two matrices are equal then the corresponding elements are equal. يعني ايه corresponding elements are equal؟ يعني الاليمنت الموجود في first row والfirst column في الماتريكس الاولى add الاليمنت الموجود في الفيرست رو والفيرست كولم في الماتريكس التانية، يعني 2x plus 5 equal 25 اه. طب نقلنا ال 5 الناحية التانية بعكس العلامة، يبقى 2x equal 25 minus 5، يبقى 2x equal 20 divided by 2 يبقى x equal 10، يبقى the solution is x equal 10. طب كده انا جبت الاكس، فين الواي؟ ما انا عندي اليمنت موجود في السكند رو والسكند كولم اهو، وفيه اليمنت تاني في السكند رو والسكند كولم في الماتريكس التانية، الاتنين دول ايكوال اه. 3y بلس 12 في الفيرست ماتريكس اد از ايكوال تو y بلس 18 في الماتريكس التانية. طب تعالوا ننقل y الناحية التانية، يبقى 3y ماينس y equals ادي 18، ننقل 12 يبقى minus 12، يبقى 2y equal 18 minus 12 6، y equal 6 divided by 2 equal 3، يبقى the solution is y equal 3. يبقى انا استعملت البروبرتي بتاعت equality of two matrices ان الماتريكس دي ادي ده هي، وواضح حتى من الجيفن في المسألة فوق كده، بص فوق ان الماتريكس ده فيها 4 الثانيه فيها 4، طب تحت كده الماتريكس فيها 3 دي فيها 3 اهو، يبقى الاليمنت اللي موجود فيها الاكس هو 2x plus 5 equal الثانيه 25، طب الاليمنت اللي موجود فيه الواي 3y plus 12 equal في الثانيه y plus 18، جبنا من الاولى الx equal 10، جبنا من الثانيه الواي equal 3. That's okay. استعملت انا equality of two matrices عشان اجاوب على سؤال يتكرر كتير قوي في choose the correct answer. اه تلاقيها كتير قوي، رح كاتب لك كده two matrices are equal، يقول لك زين x equal، يقول لك choose the correct answer ويعمل لك كذا اختيار من ضمنهم ال 10 ده هي عشان تختار ال x equal 10، او يجيب لك ده هي ويقول لك زين x plus y equal،
اكس طلعناها ب 10 واي طلعناها ب 3 اكس بلس واي ب 13 يكتب لك كده 13 ولا 10 ولا 3 ولا 7 ولا وهكذا علشان انت تطلع الاكس الاول وتطلع الواي وبعد كده تجيب اكس بلس واي لو جه تشوز ذا كوريكت انسر وبيتكرر كتير النوع ده. يلا عندنا مفهوم جديد اسمه ترانسبوز اوف ا ماتريكس. يعني ايه ترانسبوز اوف ا ماتريكس؟ بكل بساطه كده لو انا عندي ماتريكس ايه اوف اوردر ام تايمز ان يبقى الترانسبوز هيبقى ان تايمز ام. ازاي؟ قال كده باي ريبليسنج كولم اند روز. يعني انا هستبدل الكولم والروز، الكولم يبقى رو والرو يبقى كولم. بمعنى لو انا عندي مثلا find the transpose of the matrix A. الماتريكس A الفيرست رو هو 1 2 نيجاتيف 1. لما اعمل الترانسبوز تبقى الفيرست رو ده بقى فيرست كولم اللي هو ال 1 و 2 نيجاتيف 1. طب السكند رو اللي هو 3 والنيجاتيف 1 و 5 بقى سكند كولم اللي هو 3 والنيجاتيف 1 و 5. الماتريكس A of order 2 by 3 أو 2 times 3 2 times 3 ماشي ليه؟ لأن هي بتتكون من 2 rows و 3 column. الترانسبوز بقى 3 times 2 ليه؟ بقى بدل ما كان عندي 2 rows بقوم 2 columns وبدل ما كان عندي 3 كولمز بقوم 3 روز. ادي معنى كلمة ترانسبوز اوف ذا ماتريكس. وبنموذها بالرمز تي سمول فوق النيم اوف ذا ماتريكس A. تاني يعني لو انا عندي رو ماتريكس B هي فيها الاليمنت 1 ونيجاتيف 2 و 6 فين B ترانسبوز؟ قال بعملها كولم. البي كانت اوف اوردر 1 تايمز 3 لما جبنا البي ترانسبوز بقت 3 تايمز 1. طب لو انا عندي ماتريكس سي نيجاتيف 3 و4 و2 نيجاتيف 1 الترانسبوز ارينا نيجاتيف 3 و4 اللي هي الفيرست رو وعملناه فيرست كولم. طيب والسكند رو 2 نيجاتيف 1 عملناه سكند كولم. ادي الماتريكس سي وادي الماتريكس سي ترانسبوز. يبقى لما كانت الاي اوف اوردر 2 باي 3 الاي ترانسبوز 3 باي 2، لما كانت البي اوف اوردر 1 تايمز 3 البي ترانسبوز بقى 3 تايمز 1، لما كانت السي 2 تايمز 2 لما قلبناها واضح ما فرقش في الاوردر ليه؟ لان هي سكوير ماتريكس فبقت 2 تايمز 2 زي ما هي. ادي معنى كلمة ترانسبوز اوف ذا ماتريكس. نعملها ازاي؟ باي ريبليسنج رو تبقى كولم والكولم تبقى رو. لو انا اخر كومنت بقى عملت ترانسبوز للترانسبوز يرجع الماتريكس ايه نفسها. اخر سطر كده السطر الثالث من فوق. It is clear that the transpose of A transpose equals the matrix A itself. The transpose of A transpose equals the matrix A itself. That's right. ده معنى الترانسبوز. يلا مفهوم اللي بعده اسمه symmetric and skew symmetric matrices. فيه نوعين من الماتريكس، في حاجة نسميها سيمتريك ماتريكس وحاجة نسميها سكيو سيمتريك ماتريكس. ايه الفرق بين الاثنين؟ لو انا عندي ماتريكس A اول شرط سكوير ماتريكس، if A is a square matrix انت نسميها سيمتريك ماتريكس لو كانت ال A equal A transpose. if A is a square matrix وجبنا لها الترانسبوز طلع هي نفس الماتريكس A يبقى دي اسمها سيمتريك ماتريكس. طيب امال ايه بقى سكيو سيمتريك؟ قال لو جبنا الترانسبوز وضربناه تايمز نيجاتيف 1 رجع نفس الماتريكس A. يعني لو الماتريكس A ايكوال A ترانسبوز اسمها سيمتريك ماتريكس،
لو الماتريكس A equal negative A transpose يبقى اسمها skew symmetric matrix. طب تعالوا نشوفها كده في الاكزامبل. اداني ماتريكس اهي. هل is the matrix B, is the matrix B 0 1 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1 و 0 3 1 ونيجاتيف 0 0 symmetric or skew symmetric؟ هل هنشوف. اول حاجه ادي الماتريكس B، هات لها البي ترانسبوز. اجيبها البي ترانسبوز ازاي؟ الرو اعمله كولم، اللي هو الرو الاولاني الفيرست رو، الفيرست رو اللي هو 0 1 ونيجاتيف 1 عملناها فيرست كولم اللي هو 0 1 ونيجاتيف 1. طب سكند رو عملناها سكند كولم، ثيرد رو، يبقى جبنا البي ترانسبوز. طب اضرب البي ترانسبوز تايمز نيجاتيف 1، اضرب البي ترانسبوز تايمز نيجاتيف 1. ادي معنى كلمه ان انا ضربت ده هي في نيجاتيف 1، يبقى كل اليمنت من دول عكست العلامه بتاعته. مش لقيت نفس اللي طلع ده هو الماتريكس بي؟ طلعت البي ايكوال نيجاتيف بي ترانسبوز، البي ايكوال نيجاتيف بي ترانسبوز، يبقى زين ده ماتريكس ايه اسمها سكيو سيمتريك. لكن لو طلعت البي قد البي ترانسبوز بس يبقى اسمها سيمتريك ماتريكس، لكن البي ايكوال نيجاتيف بي ترانسبوز يبقى دي اسمها سكيو سيمتريك ماتريكس. ذاتس اوكي. ده كان آخر مفهوم عندنا في